ضمن بيئة أسرية مستقرة، قدمت SOS حفلها السنوي لدعم أطفالها ومنحهم فرصة أكبر لتحقيق أحلامهم. أنا كسفير رواية حسنة، واحدة من أهم أو أبرز مهامي هي إيصال صوته للناس أكثر، دعوة الناس لأنه يحطوا إيدهم بإيدنا لنقدر نأمن حياة أفضل لأطفالنا بقرى الأطفال SOS، ندعيهم لأنهم يتكفلوا أطفال عنا، لندعيهم لفعل الخير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الإعلام مثل ما حضرتك هلأ، في كتير طرق يعني لأنه لنقدر نوصل صوتنا. جمعية قرى الأطفال هي جمعية سورية محلية تعنى بتقديم خدمات الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، من خلال العديد والعديد من البرامج نقدم خدمات الرعاية البديلة مثل أي أسرة أو منزل بمجتمعنا، من خلال نظام الأم البديلة، الكوادر المتخصصة اللي موجودة بقرانا، منضل طبعا مع الأطفال اللي هن بيكونوا بيتم استقطابهم لمراكزنا من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب لحتى يوصلوا لمرحلة الاستقلال اللي هي ممكن يكونوا فيها وصلوا لبر الأمان، منضل داعمينهم وواصلين معهم لهي المرحلة. الحفل ضم حضور عدد كبير من الفنانين لإبداء دورهم الاجتماعي في دعم الجمعية، حيث أحيا الفنان ملحم زين العشاء الخيري ليكونوا جميعهم مشاركين في جمع التبرعات والتوعية على ذلك باعتبارهم أفراد مؤثرين. SOS مشكورين على الجهود الجبارة اللي عم بيقوموا فيها بهي الجمعية العظيمة والعريقة والقديمة، جهود عن جد يعني بترفع لها القبعة مثل ما بيقولوا، وبيظل هاي الظروف الصعبة اللي نحن عم نمرق فيها حاليا، فأنا متواجد اليوم هيك لأكون حدهم دعم نفسي ومعنوي ومادي. نحن صراحة منحب نقيم هذا الحفل الخيري، حفل العشاء الخيري السنوي، منحتفل مع كل الداعمين وكل أصدقاء الجمعية. نحن كمان منحب نتشكر كل الكفلاء للجمعية وكل أصدقائنا، كمان بحضور سفير النوايا الحسنة لجمعيتنا يلي هو الفنان محمود نصر. صراحة هو عميل عبد دور كتير مهم من خلال تأثيره ومن خلال جمهوريته لحتى يقدر يساعد الأطفال ويساعد أطفالنا نحن بشكل دائم. مبادرة مجتمعية هدفها الأول والأخير الرعاية الأسرية طويلة الأمد للأطفال الأيتام والمحرومين منها، حيث تبنت الجمعية شعارها لنمنح بيتا دافئا لكل طفل.